نحن أبناء عشائر الأنبار نستنكر العمل الإجرامي الذي أطال المنتسب المرحوم مروان عبد غضيب العلياوي المنسوب إلى قيادة حرس الحدود المنطقة السادسة اللواء السابع الفوج الثاني السرية الرابعة. فقد قام أحد ضباط الاستخبارات مع ثلاث منتسبين حسب ما ورد إلينا باعتقاله وتعذيبه دون حسيب ورقيب، ومارسوا معه أنواع التعذيب بحقه مما أدى إلى وفاته. وتوجد لدينا صور فوتوغرافية تؤكد آثار التعذيب. لذا نطالب رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان والسيد وزير الداخلية وأيضا نواب الأنبار بالتدخل الفوري والمباشر لاتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال القصاص بحق مرتكبين هذه الجريمة النكراء، للمحافظة على السلم الأهلي والابتعاد عن النعرات الطائفية والإجرامية. والسلام عليكم ورحمة الله.